برنامج وقال عندنا بروفات للحفل، وقلت خليني اخوياي اروح اتقهوى عندك ثم نرجع. تقول 30 يوم انا طالع من عندهم. احنا ما طلعنا، احنا كلام الاداره وقلنا يا جماعه الخير ودنا نسوي بروفات واروح احب خشم ابوي وارجع. انت قلت كلهم كبار، ايش جاب الصغار معكم؟ ايش صغار يابا؟ هذا حق براءه الاطفال، قصدي الاستاذ عبد الله حربي مشارك معنا. تكفى يابا انت قسما بالله العظيم هذاك ولدك. ايه يابا، وش اللي طلعك يابا؟ اسمع انا قلت راح الشخص. لا راح الشخص. لا يابا ما راح الشخص. تمام يابا راح تمام يابا، بس حبيت ريحتك وريحه الغنم وريحه الغنم. وش حبيت ريحتك يا استاذي؟ لو سمحت بدون عنف وسري. اقول اسكت انت وعنف وسري. اسمع يابا، ها ان شاء الله اني ما اعاودها، ان شاء الله اني ما اعاودها، وانها اخر مره. والله العظيم انك فلستنا الشخص وفلستنا الغنم. الغنم وينها يابا؟ المعزه بتجيك وبشرك، ترى ان طلعنا الاداره ما يدرون عنا. ما حد يدري عنا؟ ما حد يدري عنا، يعني الامور طيبه. تهريب؟ اي طلعنا احنا العيال. اصلا احنا قاعد هنا شباب يا اخي، جميعكم تهيل الشامل. وش هذا يا اخوي؟ اصلا احنا ماخذين راحتنا، اصلا البرنامج على كيفك ولا يخصم منه شيء. يا اخي مدخل معكم حكام انتم. يابا حبيت احب خشمك والله، مبطع عنك يابا، مبطع عنك يابا، مبطع ريحه الغنم يا اخي. ضحك اسمع هاي يابا، قول يابا دقيقة شغل لك كاد حزينة. انا قلبي بينقطع على الغنم. اذا مسخلات ماتت يا بدر المطرفي. ايش يا عبد الله الحربي؟ عبد الله الجميري. لا 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 لا، والعلم وشو؟ كاميرات عيال، حتى لك كاميرات. العلم وشو؟ الله يوفق ابليسهم. انت من هو انت؟ حتى الاداره هنا كاميرات فلاتات وكاميرات المسرح وكاميرات البيت. مخصوم على كل واحد منكم 500 نقطه. لا لا، العلم وشو؟ لا يا بدر، الحكومه الحكومه دي يا اخي. اصبر الحكومه. بدر استاذي بدر اخوياي، هذا دخل فيني والحين خصمه 500 ريال. ابعور ان شاء الله ذكرت سريعه باذن الله. قايل لكم اني فلست في الجاب وفلست في الغنم. لا لا والله ما يشفي غليل غرد العسل اللي ابرد معك. لا 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 اطلعت وياك كذا وانتقام غلط. لا 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 لا, لا. شهر الخير يا مكة نعود وتجمعنا سوا أحلى وعود، هنا زاد الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود. بشهر الخير يا مكة نعود وتجمعنا سوى أحلى وعود، هنا زاد الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود. نظمنا بحبنا أسمى الحروف وغزل حلمنا الصبح الجديد، برامجي للهنا تفتح طريق تحقق بالمنى الفرح الأكيد. نظمنا بحبنا أسمى الحروف وغزل حلمنا الصبح الجديد، برامجي للهنا تفتح طريق تحقق بالمنى الفرح الأكيد. بشهر الخير مكة تجمعنا بشهر الخير، وطاب الملتقى في بيت الخليل، معاني ساميه تروي الوجود، لنا في المقرأ أنس وحياة تصون القلب قرآن وتجود. وطاب الملتقى في بيت الخليل، معاني سامية تروي الوجود،
لنا في المقرأ أؤوس حياة، صون القلب قرآن تجود بشهر الخير، بشهر الخير، بشهر الخير مكة تجمعنا بشهر الخير، يا مكة نور وتجمعنا سوا أحلى وعود، هنا زان الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود، لأهل ذوقك له مشتهى سريع هو السبك فيها شديد، وعند الفطر ما أحلى الحديث عن الإيمان يروينا ويفيه، لأهل الذوق أكلا مشتهى سريع والسبك فيها شديد، وعند الفطر ما أحلى الحديث عن الإيمان يروينا ويفيد، بشهر الخير، بشهر الخير، بشهر الخير مكة تجمعنا بشهر الخير، وجات الساحة في أحلى حوار بروح الود تتسامى وتسود، جلسنا والبساطة بيننا محبة صادقة تمحي القيود، وجات الساحة في أحلى حوار بروح الود تتسامى وتسود، جلسنا والبساطة بيننا محبة صادقة تمحي القيود، بشهر الخير، 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 بشهر الخير، بشهر الخير مكة تجمعنا بشهر الخير. بشهر الخير يا مكة نور وتجمعنا سوا أحلى وعود، هنا زان الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود، بسهرة تجمع أفكار وحكام بمسرح هادف الفكر ونشيد، تنافس في السعي يبني شباب ثقافي مشرق الفكر ورشيد، بسهرة تجمع أفكار وحكم بمسرح هادف الفكر ونشيد، تنافس في السعي يبني شباب ثقافي مشرق الفكر ورشيد، بشهر الخير، بشهر الخير، بشهر الخير مكة تجمعنا بشهر الخير، بشهر الخير يا مكة نور وتجمعنا سوا أحلى وعود، هنا زان الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود، بشهر الخير يا مكة نور وتجمعنا سوا أحلى وعود، هنا زان الأمل فينا وطاب شعور الحب وتباهت ورود، شعور الحب وتباهت ورود، بشهر الخير.
كان مضلل. سلام عليكم يا عم، كيف حالك؟ والله اني خايف اضيع الغنم، وما الفلس لا جيب ولا فلس. الله يجيبها. ابشرك يبا اخذت المركز الاول. مبروك يبا، مبروك يبا، مبروك. مبروك يا شاس. هذا الغنم، هذا ابوك؟ الغنم الجاطي، هذا ابوي، هذا ابوي. كيف حال ابوك؟ وشلونه؟ هذا اخوياي، اخوياي احسبه من لجنه. لا لا اخوياي. هلا كيفك يا عم؟ هلا وسهلا، بخير. مرحبا يا نطفه، نطفه الله ذولا. هلا مرحبا، مرحبا. هلا بالعافيه، كيف الحال؟ حياك الله. طيبين؟ هلا وسهلا، حياك الله. هلا مرحبا، مرحبا. حياك الله، مرحبا. ايش اخبارك؟ طيبين. يا مرحبا، حياك الله. ما شاء الله على هذا الشيء. قسم بالله بيض وجهي يا بيض وجهك، قسم على شيء. الله يحييكم، الله يرحمكم. حيا الله اخونا. انت من وين؟ اهلا وسهلا، حياك الله، تشرفنا. يا مرحبا، اهلا وسهلا يا حليله صاير. مرحبا يا اهلا وسهلا، الله يحييكم. يا مرحبا والله بالجميع. الله يبقيك ويطول في عمرك. اجي مرحبا. العذر والسموحه، انكبت القهوه ولا مجهزها، لكن فرحه الشاص يا ولدي جعلها دوم ان شاء الله. الله يجعل ربي لك. تستاهل، ابشرك يبا. دخلت التضليل. اي الله الله. بس الشرطه يقولون عليها غرامه. يقولون؟ اي ما عليك، نكلم. ليش ناخذ من توقيع؟ نحن معذورين. هذا ابوي، هذا ايش اسمه؟ ذا ايش اسمه؟ هشام. وش هشام؟ ذا صوته هرمني. الهرمني وش هو؟ يعني صوته زين. الزين وش؟ هذا هو. اسمع اسمع، انت شو اسمك انت؟ هشام. ونعم يا هشام. ما عليك زود. كيف حالك يا هشام؟ الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. الله عليك يا اخوي، مرتبين انتم يا اخوي، ما شاء الله عليك. الله يكرمك يا اخوي. شخصوني معكم. خلني اسمع صوتك زين، شو عندك؟ تبي تسمع؟ ابغى اسمع. ابي راسك يشوش. اي شوش. لو علمت الدار بمن زارها فرحت. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. يا صلاة على النبي، يا صلاة على النبي. قولوا ما شاء الله تبارك الله. أنت معهم في البرنامج؟ أي معهم في البرنامج. ولا هم معك؟ لا هم معي في البرنامج. وذا؟ وجاء ذا يبا صوته صبية. وش اسميه؟ ايش اسمه؟ لا صبا 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 صبا، يعني صوته زين بعد ما شاء الله تبارك. وذا؟ وذا ذا ما ادري ايش وضع ذا. ذا برضو اركض اركض، يعني ارضي ارضي. ما شاء الله. ايش اسمك انت؟ محمد حسينان. ونعم والله ونعم. قولوا نعم. ابوي تابعنا يبا. وذا قسم بالله مثقف، تخيل يقول كلمات بدون كتاب، اللي كان يقرا جريده على طول بدون كتاب حافظها. ايش اسمك؟ زياد الشهري. ونعم يا زياد. عليك زود. وش انت من مخترع؟ والله انا احب نسمات الامل والتفاؤل الايجابيه في الحياه. هو شو يقول؟ حتى انا ما ادري يقول وش يقول. هذا مريض نفسي. لا مو مريض نفسي. ها كلام زين. خليني بسمعك شيء يا عم. اسلم. يقول ان اردت ان تستلذ بلحظات الفرح في حياتك والنجاح فلا تجعل من فشلك مثبطا لك، بل اجعله مصدر القوه والاصرار نحو النجاح وتصدر القمه. ولا تصدق، ولا تصدق، ولا تصدق.